تعالوا بالمرة نشوف آخر كلام هذا الخرفان القرضاوي وهو بيتكلم. أنا متابع هؤلاء غصب عني، متابع هؤلاء الناس، لأنه بالفعل هؤلاء فعلا فضحهم أصبح فريضة، فريضة وطنية ودينية. والله أصبح فضح هؤلاء فريضة دينية قبل أن تكون فريضة. بيقول إيه؟ بيقول: لا يسع العالم المسلم أن يخون أمانة العلم ويفتي الناس بعكس ما يقتنع به. يعني الواحد المفروض يكون متسق مع نفسه، اللي يقوله زي اللي يفتي بيه. بل المطلوب منه شرعا ألا يكتم ذلك عن الناس، وإلا كان آثما، وخصوصا إذا كان فيه تيسير عليهم ورفع للحرج عنه. كلام رائع، كلام ما فيش أحسن من كده. أنا بسأل القرضاوي وكل قرضاوي، ما هو القرضاوي ده رمز، رمز الفتنة، رمز الكذب، رمز النفاق، رمز لكل شيء معادي للحق والحقيقة، لأصل الدين، لحقيقة الدين، هو القرضاوي ورفاقه. تعالوا شوفوا القرضاوي اللي بيقول هذا الكلام وهو بيشكر أمريكا. ده متسق مع نفسه ولا مش متسق؟ مش أمريكا عدو الإسلام؟ تعالوا نشوفه بيقول إيه. نحن نريد من العالم، العالم العربي أولا، والعالم الإسلامي ثانيا، والعالم الحر، العالم الشريف، كل من عنده نخوة وكل من عنده حرية وكرامة ويحب الحرية والكرامة للأحرار من الناس، نريدهم أن يأتوا ليقووا الشعب السوري. أمريكا أخيرا نشكرها على كل حال وننتظر المزيد، سمحت ببعض الأسلحة غير القتالية تعطيها للسوريين، 60 مليون دولار أو نحو شيء من هذا، هذا شيء قليل جدا وملاء. لماذا إسرائيل، أمريكا تخاف على إسرائيل إن الناس تنتصر في سوريا بعدين يذهبوا إلى إسرائيل؟ منين جبتم هذا الكلام؟ لم تفعل كما فعلت في ليبيا حينما وقفت مع الليبيين تدافع عنهم. كان يجب على أمريكا أن تدافع. نحن نريد من أمريكا أن تقف وقفة الرذولة، وقفة لله، وقفة للخير، للحق مرة. في آية في القرآن بتقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الأخسر ناس أعمالا فيه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو أعتقد، وأنا لا أتأله ولا أؤول ولا أزكي، هذا الرجل من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. أنا تاني بقول هي دي سوء الخاتمة، إن واحد يضل الناس، واحد يفتي بالقتل ويفتي بالدماء وينتشي بالدماء بهذا الشكل، ما كان. وأنا بقول للقرضاوي وكل قرضاوي، وبقول لأي حد إخواني أتحدى أن يأتي بأنه من الدين إن واحد يفتي بقتل الآخر مهما كان، لأنه قتل النفس هو أعظم عند الله من كل شيء.